النور يا كابتن ميدو، وشكرا على الاستضافة، وشكرا لجمهور قناة المحور. واول حاجة عايز اقول لك ان منورين مصر، انتوا اخواتنا واحنا دائما اخوة، وبتمنى لكم التوفيق. انا عارف ان انتوا معسكرين في مصر وهترحلوا من مصر يوم 12 يناير. صحيح صحيح، ده المعسكر الثاني. المعسكر الاول برضو كان قبل مباراة الزمالك والزامبي، كنا معسكرين برضو في نفس المعسكر، فمصر وش الخير علينا. استاذ حازم، عايز اسالك الاول على موضوع الملعب، واحنا عارفين ان المريخ عنده مشكله في الملعب بتاعه، مش هيقدر ان هو يلعب في الملعب بتاعه في السودان. وصلتوا لايه؟ ان شاء الله هتلعبوا الماتشات بتاعتكم الهوم في المجموعه، هتلعبوها فين؟ والله احنا عندنا الخيارات كلها مفتوحه. في استاد الهلال، في وفد من الكاف هيروح يزوره يوم 15 يناير عشان يشوف لو في ممكن الاجازه. اذا اجيز الملعب حيكون خيار طبعا المريخ يلعب وسط جمهوره في السودان. في خيار اخر هو اللعب في اثيوبيا، في دعوه برضه جات من الجزائر نلعب هناك، وخيار اللعب على استاد السلام في مصر برضه في الخيارات المفتوحة. لكن لازم يكون في تواصل بيننا وبين إدارة النادي الأهلي. طب هل حصل تواصل مع الأهلي ان انتوا مثلا عندكم الاستعداد ان انتوا تلعبوا الماتشات بتاعتكم في القاهرة؟ حصل تواصل مع مسؤولي الأهلي بان انتوا ممكن يحصل كده؟ أنا ما حصلش معايا شخصيا تواصل، لكن حصل تواصل مع السيد نائب الرئيس في القطاع الرياضي اللي هو الكابتن عادل أبو جريشة. المفروض كابتن سيد عبد الحفيظ يتواصل مع، اعتقد انه كابتن عادل القيعي اتصل بكابتن عادل وقال له انه كابتن سيد عبد الحفيظ هيتصل بيه، بس ما حصلش الاتصال. بس انتوا على استعداد للعب في القاهره لو النادي، يعني اكيد طبعا انتوا مرحب بيكم باللعب في القاهره، على استعداد للعب في القاهره لو امكن يعني. والله على استعداد نعمل فرض ضمن محددات معينه بعد الاتفاق مع النادي الاهلي. انت عارف احنا لما اخترنا الاستعداد قبل القرعه كان لان الاتحاد الافريقي قال حددوا بعض الاستعداد قبل القرعه، لكن دلوقتي القرعه جابتنا مع النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي نادي كبير وعظيم، الحسابات صعبه جدا. فلازم يكون في تواصل بيننا وبين اداره النادي الاهلي. هل المطالب عالية. هل المطالب يا استاذ حازم اللي انتوا هتطلبوها مثلا، هل توفير معسكر قبل المباراه بوقت كافي، حاجه تخص الكلام ده؟ والله يا كابتن ميدو ايوه انا بقول لك، يعني اصل اكيد 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 ان انتوا هتطلبوا يا اما لعيبه على مستوى الاعاره ومتوفير معسكر حاجه كده يعني. لا احنا الحمد لله الفريق بتاعنا مكتمل من كافه العناصر، يعني حتكون في بعض المفروض يكون في بعض الترتيبات. اوكي. الترتيبات بخصوص الملاعب مثلا المره الماضيه، يعني مثلا على سبيل المثال في مباراه زناكو قمنا باستئجار ملعب النادي الاهلي. ودفعنا حوالي 250 الف جنيه في بس في 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 وقت المباراه. وللاسف يعني انا تم التعامل معنا بصوره غير طيبه من قبل طفوا علينا النور. فاني ملعب يا فندم؟ فاني ملعب؟ ملعب استاد السلام. ولا وما تمش التعامل معاكم بصوره طيبه ليه يعني؟ ايه اللي حصل؟ بعد المباراه مباشره طفوا الانوار واحنا لسه بنحتفل، وقلنا خلاص الوقت بتاع وقت الايجار خلص. يعني كان كل اعضاء مجلس اداره نادي المريخ كانوا موجودين في هذه المباراه. حتى يعني لم نلقى بترحيب مثلا من اداره النادي الاهلي، والنادي الاهلي نادي عزيز على قلبنا جدا يعني. انا عايز اقول لك استاذ جمال ان هو اكيد خطا غير مقصود. احنا طبعا بنعتذر لكم، وبعتذر لك لو كان استاذ حازم مصطفى اسف، لو 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 في اي خطا غير مقصود احنا بنعتذر لكم، انتوا اخواتنا ودايما بنعتبر الاخوه السودانيين وهم في مصر يعني في بيتهم وفي وطنهم التاني.
وطبعا حضرتك عارف العلاقه الجيده والعلاقه التاريخيه ما بين الشعبين. انا والدتي مصريه يا كابتن ميدو. اه ما انا عارف يعني احنا كلنا احنا شعب واحد، فلو في اي خطا غير مقصود احنا بنعتذر لك. استاذ حازم حاسس يعني انت توقعاتك ايه للمجموعه؟ هل هدفكوا هو تصدر المجموعه ولا التاهل؟ توقعاتكوا ايه اللي ممكن يحصل في المجموعه؟ والله مجموعه لا شك مجموعه قويه. فيها حامل البطوله الاهلي والنادي الاهلي نادي قوي، وفيها سان داونز قبل كده برضه فايز بالبطوله، ونادي الهلال برضه من الفرق القويه. هتكون المنافسه شرسه، لكن انا مجهز الفريق بتاعي بفضل الله انهم لا يهابون اي احد، ويلعبوا ويقدموا اللي عليهم والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. لكن التوقعات طبعا يعني انا بتمنى ان المريخ يتصدر المجموعه، لكن في حسابات كده ان شاء الله الاهلي والمريخ. طب عايز اسالك سؤال، هل وجود الهلال معاكم في نفس المجموعه دي نقطه ايجابيه ولا نقطه سلبيه بالنسبه للفريقين؟ والله هي نقطه سلبيه، لانه من ناحيه ان انا كسوداني انا كنت عايز انه يكونوا الفريقين في مجموعات مختلفه عشان تكون الحظوظ اكبر لتاهل فريقين سودانيين للمرحله اللي بعديها يعني. لكن هو ما شاء الله وقدر يعني قدر الله وما شاء فعل. استاذ حازم مصطفى رئيس نادي المريخ السوداني بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا في الريمونتادا، وبنتمنى التوفيق للاخوه السودانيين، ولو كان حصل اي موقف بعد المباراه الاخيره في ملعب السلام بنعتذر لكم انتوا اخواتنا، واكيد الخطا اللي حصل خطا غير مقصود.